بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أخوكم أبو جهاد من قناة تطبيقات ABK ماستر. أشرح لكم اليوم كيفية الربح من الإنترنت عن طريق موقع أدفلاي. أدفلاي هي تعتبر طريقة سهلة للربح، ولكن تحتاج إلى الصبر بالنسبة للإخوة المبتدئين. أما بالنسبة إذا كان لك موقع أو مدونة لها العديد من الزوار فأنت لست بحاجة للصبر، ستبدأ بالربح إن شاء الله مباشرة باستخدام هذه الطريقة. مبدأ عمل هذا الموقع: إذا كان موقعك يحتوي على العديد من الروابط أو الملفات التي قمت برفعها عليه، يمكنك أن تضيف إعلانات أدفلاي لهذه الروابط، بحيث كما ترى في تطبيقات ABK ماستر قمت باستخدامها، عندما تدعس على زر داونلود يظهر لك إعلان وتدعس سكيب آد. هذه هي ميزة أدفلاي، تقوم بإضافتها إلى روابط برامج قمت برفعها على موقعك، أو روابط تنقلك إلى مواقع أخرى. أي رابط موجود على موقعك يمكنك أن تضيف إعلانات أدفلاي إليها. وسأخذ اليوم على سبيل المثال كيف أتعامل أنا مع هذا الموقع، وكيف أضيف روابط مدونة تطبيقات ABK ماستر وأضيف إعلانات أدفلاي إليها. أريكم الآن كيفية ظهور الإعلان الذي تحدثنا عنه مسبقا، إعلان أدفلاي. عندما تفتح مدونة ABK ماستر تظهر لك المواضيع وتختار موضوع على سبيل المثال هذه اللعبة، وتنزل إلى الأسفل للتحميل وتقوم بالنقر على داونلود. عند النقر على داونلود يظهر لك هذا الإعلان المزود من موقع أدفلاي كما يظهر هنا، وهنا تظهر سكيب آد. عندما تقوم بالنقر على سكيب آد هذه تحتسب حسب الدولة، إذا كنت من أمريكا تكون عالية، إذا كنت من دول الخليج العربي أو من الدول العربية تكون أقل، ولكن الترافيك القادم من الدول الأجنبية أو من أوروبا أو من أمريكا يكون نسبة العمولة عليها أكثر من الدول العربية. وعند النقر على سكيب آد تحتسب لك بنسبة بسيطة لا تتجاوز السنت، أو ولكن في حال قمت برفع موضوع أو برنامج له الكثير من الزيارات سيكون هنالك نسبة من الربح أفضل. الآن ننتقل إلى كيفية الانضمام إلى هذا الموقع المجاني. الانضمام مجاني إلى هذا الموقع، كل ما عليك هو أن تذهب إلى الوصف أسفل الفيديو وستجد رابط ينقلك إلى هذا الموقع لتقوم بالتسجيل عبر تطبيقات ABK ماستر، وتسجيلك عبرنا يساعدنا كثيرا. تدعس على Join Now، يظهر لك هذا الشكل. تقوم بملء البيانات Your Name، الاسم، اليوزر نيم الذي تود أن يظهر، سيظهر لك أنت فقط على هذا الموقع عند تسجيل دخولك بإيميلك. يجب أن تدخل إيميل، تعيد كتابة الإيميل في هذا الفراغ، وهنا Account Type. Account Type تنقسم إلى قسمين: إذا كنت تريد الاستفادة من الروابط الموجودة فقط على مدونتك أو موقعك، تقوم بالانضمام على Link Shrinker Create Shortened URL and Earn Money بالنقر هنا. أما إذا كنت تريد إضافة إعلانات على موقع أدفلاي تظهر للناس الذين يقومون بإضافة هذه الميزة، أي إذا كنت معلن لمنتج معين، تقوم بالنقر هنا. وهنا تملأ الباسورد الخاصة بك وتقوم بإعادة كتابتها، وهنا تملأ هذه الكلمتين وتضغط I agree to the terms and conditions وتضغط join.
سأقوم بإرسال إيميل على إيميلك الذي قمت بإدخاله وبيانات دخولك إلى الحساب، وسترجع هنا وتضغط على Log In. عند النقر على Log In تظهر لك هذه الشاشة وتقوم بملء بياناتك الإيميل والباسورد وتضغط على Log In. عند النقر على لوج إن تظهر لك هذه الصفحة وفيها بياناتك الكاملة، ويظهر هنا في الأسفل قيمة الربح التي وصلت إليها هذا اليوم، وهو تخطيط بياني إلى كل الشهر من 1 الشهر حتى 30 أو 31 الشهر يوم بيوم، وتظهر لك القيمة الربحية أي عدد النقرات، عدد النقرات التي قام بها متابعو صفحتك على المواضيع التي قمت بنشرها أو الروابط التي قمت بنشرها ونسبة الربح التي قمت بجنيها لهذا اليوم. أيضا من الميزات التي يمكنك أن انتقلنا هنا ضمن تولز إلى فول بيج سكريبت. فول بيج سكريبت هي عبارة عن ميزة، أي إذا كان لديك على موقعك أو مدونتك أكثر من 100 أو 1000 رابط على الموقع أو المدونة، وتريد أن تضيف جميع هذه الروابط إلى آدفلاي، أي تظهر إعلانات آدفلاي إليها، إلى هذه الروابط، تقوم بإضافة هذا الكود، الجافا سكريبت كود هذا، تقوم بإضافته إلى الموقع أو المدونة الخاصة بك. هذه الطريقة تعتبر طريقة سهلة جدا للناس الذين يمتلكون أكثر من 100 أو 1000 لينك ويريدون إضافة هذه الميزة إليها. حينما تود إضافة إعلان إلى رابط محدد على الموقع أو المدونة، كما أقوم أنا على تطبيقات إيبيكي ماستر، تقوم بنسخ رابط التطبيق الذي قمت برفعه مسبقا على البوكس أو على أي من مواقع التحميل، مواقع الرفع، تقوم بنسخ الرابط الخاص بهذا التطبيق وتذهب إلى Adfly وتضغط وتذهب بالتحديد إلى Shrink وتقوم بإضافة الرابط وتضغط على Shrink، فيظهر لك الرابط الجديد المزود بإعلان Adfly. ننتقل الآن إلى ميزة أخرى وهي Website Entire Script. Website Entire Script وهي ميزة تقوم بإضافتها إلى الموقع والمدونة الخاصة بك، ستظهر 5 مرات إعلانات لكل شخص يقوم بزيارة المدونة. كيف يتم ذلك؟ في حال قمت بزيارة مدونة إيبيكي ماستر، فإن الإعلان سيظهر لك للمرة الأولى. مجرد النقر على إيبيكي ماستر تظهر الإعلان لك للمرة الأولى. في حال قمت بالنقر على ملف للعبة أو تطبيق تريد أن تقرأه أو تقوم بتحميله فيما بعد، ستظهر الإعلانات لك. مجرد الرجوع إلى تطبيقات إيبيكي ماستر الصفحة الرئيسية ستظهر الإعلانات. ستظهر الإعلانات لك 5 مرات لكل IP في اليوم. في حال يعني مثلا أنا أقوم بزيارة الموقع في اليوم لأول مرة ولأول 5 نقرات على أي شيء في هذا الموقع، ستظهر لي هذه الإعلانات. ولكن أنا لا أحبذ أو أنصح بهذه الطريقة، لأنها ستجعل زوار المدونة أو زوار الموقع ينفرون أو ينزعجوا من كثرة الإعلانات التي ستظهر. وقمت بإضافتها مسبقا إلى تطبيقات إيبيكي ماستر ووجدت مردود غير إيجابي من زوار المدونة،
فقمت بإزالتها، فلا أنصح بها. أرجو من الله أن ينال هذا الفيديو استحسانكم وإعجابكم. للمزيد من الفيديوهات حول كيفية الربح من الإنترنت وشروحات الأندرويد، أرجاء الانضمام إلى القناة وإعطاء الفيديو لايك، وفي حال أعجبك الفيديو لا تتردد في مشاركته على شبكات التواصل الاجتماعي مع أصدقائك.